ايه جاي حياك الله. يلا يا جماعه اتحركنا. يقود إسماعيل فريقا من الحراس متعددي المهام، يعملون فوق محمية جزر الديمانيات العمانية. خلص إسماعيل، خلصت، خلص نزل المخيم. حاليا متحركين من مقر السكن بولايه بركه الى محميه جزر الديمانيات بعد ما قضينا فتره راحه او فتره رجوع من الدوام. طبعا دوام اسبوع الدوام واسبوع اجازه، وحاليا راجعين الى مقر العمل الى جزر الديمانيات. تقع جزر الديمانيات قبالة سواحل مسقط وتضم 9 جزر. يهوى الناس أن تكون الجزر ذات أشجار كثيفة وطقس معتدل. جزر الديمانيات جافة، لا توجد بها مياه صالحة للشرب. جزر الديمانيات مجرد كتل من الصخور الجيرية، تقدر مساحتها مع محيطها البحري بأكثر من 200 كيلومتر مربع. جزر الديمانيات لا تطأها أقدام البشر إلا بتصريح مسبق. إسماعيل وفريقه من الحراس هم الوحيدون المسموح لهم بالإقامة في المحمية. لماذا إذن تتحول هذه الجزر الصماء إلى محمية؟ وما الذي يهدد حياتها الفطرية؟ في سنة 84 ما كان شيء أبدا، لا وسيلة كهرب، يعني كهرب ما شيء أبدا. كنا ننام يعني خارج السكن، يعني في الحر، خاصة في أوقات الحر، يعني حتى مراوح ما فيه. كنا لما يعني نبغى ننام شوية نأخذ قيلولة خاصة بعد الغداء، نرطب الشرشف يعني ونعصره علشان نتلحف به. في 87 بعد سهلت الأمور، يعني عملوا لنا الطاقة الشمسية هنا مراوح، والحين الحمد لله رب العالمين الكهرباء موجودة، كذلك وسائل النقل موجودة تحت سيطرتنا، يعني تحت يدينا. أول كان ماشي عندنا قارب واحد، قارب صغير، ونتنقل به حول الجزر. بدر واحد من حراس الديمانيات، إنهم مستنفرون على الدوام
لمسح كافة جزرها التسع بشكل يومي ليلاً نهاراً. لقد روضت حدثهم سنوات الحراسة الطويلة هنا. أسبوعين مرة نجد ديمانيات نتصل قبل. نتصل بمركز الإكثار ولا حل بيه؟ أيه مركز الإكثار هناك معاهم. كم العدد غواصين؟ 4 غواصين سواح وواحد مدرب. واحد مدرب. أيه وأنا خمسة. طيب أشوف ملكية القارب. أيوة. القباطنة طبعا. ايوه. مرة ثانية انت جاي للغوص يعني وتحمل زوار لازم يكون عندك تصريح. اذا كان ما عندك تصريح لازم تتحمل مسؤولية كاملة بالنسبة للزوار اللي جايبينهم ورايح تكون عليك مخالفة كبيرة يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. On this way. I know so much. Running to the place, but it's awesome. No, no liver shark. Nothing. The curry was the problem. The curry. انطلقنا صباح اليوم من الميناء بكل سهولة ويسر وأتينا إلى هنا. كانت تجربة جميلة جدا خاصة عند الأماكن المحاذية للصخور. شاهدنا العديد من الأسماك الملونة واستمتعنا برؤية ألوان جذابة من أشكال المرجان. المكان رائع جدا للأسماك. لقد كنا محظوظين جدا بأن نكون هنا اليوم. بداية قبل لا نبدأ يعني أنا أخبرهم أول ما نطلع الديمانيات يعني خصوصا الديمانيات أخبرهم أني في ناس مراقبين من الوزارة والسياحة يعني يجوا يشيكوا القوارب كم غواص معانا وكم سباح. فهم لما نخبرهم بهذا الموضوع خلاص يعني يكونوا مرتاحين وواثقين. اما يرتاحوا اكثر لما يشوفوا مثلا مرشد عماني او الكابتن عماني او مدرب عماني يعني راحتهم او الطمأنينة تكون اكثر. توجد هنا بعض النباتات والشجيرات إنها تعيش على التربة المالحة. تجد هذه الطيور البحرية في جزر الديمانيات مكاناً ملائماً للتعشيش، بعضها مستوطن وبعضها الآخر مهاجر. تعلم هذه الطيور أن عليها تربية صغارها خلال تواجدها هنا لتصحبها معها في رحلة العودة. يعتبر العقاب النساري طائراً مستوطناً. تستمر فترة حضانة البيض حوالي 3 أسابيع. يبلغ عمر هذه الفراخ الآن حوالي 10 أيام.
هؤلاء الشباب من مكتب حفظ البيئة. إنهم أصدقاء الصقر الأدهم. يأتي الصقر الأدهم إلى جزر الديمانيات في أغسطس قادماً من مدغشقر. يقوم في هذه الفترة بالتزاوج ووضع البيض. في أكتوبر يكون الصقر الأدهم قد بدأ تدريب صغاره على الطيران. هذه الميكروشيب اللي فيها رقم اللي نخليه في الطير. فأول ما يمر الطير فوق هذا الجهاز على طول يعطينا القراءة، فيطلع لنا الرقم في الجهاز. فلو تلاحظ أول ما يمر، أول ما تمر هذه الميكروشيب فوق الجهاز على طول يطلع الرقم معانا هنا، تكون قراءته موجودة، فنعرف الطير كم مرة دخل وكم مرة طلع، ونعرف أي طير هذا اللي هو داخل معانا. كنا في السابق من بدين الترقيم في 99، بس كنا كما تقول السلاحف بكونها انها تطلع بالليل، فكان ما يعني كما تقول ما مستمرين بشكل يعني مثل الحين، فكان بشكل متقطع على الفترات كنا نجي نعمل، فكانت يعني على حدود يمكن تحصل في السنة يمكن على 14 سلحفاة احيانا واحيانا اقل من كذا. ولما بدينا الدوام في 2007 بدينا بشكل مستمر، قدرنا نحصل 93 سلحفاة، 93 سلحفاة. وفي الحين في بعض السلاحف احيانا نحصلها ما على قبل 9 سنوات احنا مرقمينها. بالعكس انت تحس بالفخر ان تعبك ما راح، يعني هذا لما تشوف رقم سلحفاة مرقمة من 9 سنوات وترجع لك اليوم على انها تعشش لك على الشواطئ من جديد. ومعانا هني خاصة في عمان وجزيرة الديمانية معنا موقع سياحي على مستوى العالم، يعني في التبويض السلاحف، وحن دائما ننصحهم ونرشدهم الصيادين نقص التوعية عندهم يستخدموا البيض، يشيلوا بيضها، والبيض هذا يعني إذا شالوا الصيادين تقل تكاثرها وكذلك تكون مهددة للانقراض. الشيء الثاني بعد معرضة السلاحف الصغيرة معرضة من الطيور، يعني الطيور هي تأثر على هذه، أول ما يطلعن من الحفرة متجهات إلى البحر تبدأ الطيور تأكل هذه السلاحف ما توصل إلى البحر.
ظاهر عليه المي بادي ينقص والحد هل لازم نشوف نبيل تعال شيك على المي ماي ناقص هو لكن ناقص الماي لكن كيف تاخذ ممكن ثلاث ايام ثلاث ايام ايوه طيب لازم نبلغ البحرية علشان يوفروا لنا المي بس هذا يبغى له شوية فترة لما يبس هناك على حسب ظروفهم هم كيف أيوة ظروف السفن كيف سفن متعطلة وسفن سفينة عندها عمل يعني مثلا صعب انها تجي علشان بس تجيب لنا المي إذا كانت في مسندم يعني إذا كانت قريب هنا فموعدهم يعني ما يتم أكثر عن ثلاث أيام أربع أيام يعني يوفروا لنا المي يعني هذا دائما يعني هذا دائما الاشكال دائما مع كل جزر هذا دائما يعني ما نقدر نتحرك نحن على الحين ان عامل الجزر هذا انت ما تشوف يعني الخارب فوق والمرجان طالع يعني من سطح الماء انتوا عندكم الدورية يعني كم مرة تعملوا ما دمنا موجودين في الجزر فالدورية مستمرة يعني ما فيها وقت محدد. يعتمد حراس المحمية على المياه التي تزودهم بها سفن البحرية العمانية، لكنهم من اليوم سيعتمدون على ما تنتجه محطة التحلية هذه. يأتي إلى مقر الحراس بعض الصيادين الذين يرتادون محيط المحمية، إنهم أصدقاء الحراس يشاركونهم الطعام كلما توفر لهم وقت للراحة. أنا وإسماعيل وناصر بن علي حراسي وسالم بن علي العامل، هذا نحن عايشين في الجزيرة هذه 27 سنة نخدم أنفسنا بأنفسنا، هذه عشي ريوك هذا عمل ونخدم عمارنا. هني نجلس ثلاثة أيام، من بعد ثلاثة أيام ننزل نحصل أجازة مقابل من ستة أيام لأن ثلاثة شفوط عمل، يعني كان الشباب لما يقعدون أسبوع يضايقون، فأحياناً يصير علينا هيجان البحر يعمل موج فنتأخر زايد عن أسبوع، نظل مع 12 يوم 13 يوم منين لا ولا قدر حدث أي حاجة علينا في القارب، يعني عندنا سباحات موجودة نستعين بالسباحات هذه، لكن طبعا كل روعة بحرنا ما واحد يعني ما راح بحر مستطيع الواحد يقدر ساعة ساعتين يسبح. نحن الآن في أبريل، أصبحت المياه دافئة بفعل حرارة الصيف، لقد بدأت أسراب الحبار تغزو المياه المحيطة بمحمية الديمانيات. يندر أن يجد الصيادون هذه الأسماك على طول ساحل الباطنة، لكن أعماق المحمية تجذب الحبار مثلما تجذب الأسماك الكبيرة. يعني هذه الديمانية مخصصة لأن الصيد متواجد قرب منها بكثرة، يعني وغالبا في مواسم، يعني في موسم الحبار في موسم السهوة في موسم الجذر دائما متواجد هنا لأن رزقنا وخير الله يعني موجود هنا، لأن في عمق والصيد متكاثرة لأن في هنا طحالب في مرجان والسمك قريب منه يكون بالساس، يعني الصيد يجي على هذا المرجان، إذا حصل نظافة وحصل وصول ومن غير شباك ومن غير هذا تكون المرجان يعني تكاثر فيها الصيد أكثر وأكثر. يجب أن لا نحرم أنفسنا نحن الزوار من فرصة امتلاك مثل هذا الشاطئ ولو لليلة واحدة. حالياً وقت الراحة وقت النوم،
وإن شاء الله بكرة عندنا حملة موسعة لجميع الجزر، تنظيف الشواطئ وتنظيف الشعاب المرجانية على مستوى السلطنة إن شاء الله. الحين الوقت راح إن شاء الله. لا رقم واحد الخرابة، رقم اثنين حيوت. احنا الحين في القبال الكبار في الخور، انزين هنا الغرفة، وامس غايصين في القصمة هنا. ان شاء الله اليوم بنوصل العمق من 6 متر الى كم؟ الى 16 الى 17 الى 18 متر. 18 متر. اي نعم. الخور حلو ان شاء الله. يبدو أن الصيادين يتعاملون مع شباكهم العالقة بحسن نية، فهم ببساطة يتخلون عنها، لكنهم لا يدركون أن حسن النية هذه تؤدي إلى خنق المرجان كما تعلق فيها الأسماك والسلاحف. هذه حملة لتنظيف بيت الشعاب المرجانية في محمية دمانيات، استخراج مثل ما تشوف الشباك من الشعاب المرجانية، وهي كلها عملية فرز الشباك تقطيعه على عدة قطع، في مجموعة ثانية تقوم بعملية وضع الأكياس وعملية نفخ الهواء داخل الأكياس منها تخرج بسهولة، يعني بدل لا يكون الثقل بالكامل سيكون صعب على الأخوة الغواصين تحت. الوضع قبل سنتين كان صراحة كثير من الشباك موضوع، السنة هذه أقلت الشباك معظم مناطق الجزيرة. طبعا الأكواريوم كان نسبة أكبر، لأن أعتقد هناك شباك سائبة كانت من فترة 13-14 أشهر، وكان بطول 300 متر. اليوم غطينا ما يقارب جزر الدمنيات من أول إلى آخر حوالي 12 كيلو. احنا غطينا كل المساحة الجزر الموجودة، غطينا 9 جزر كاملة بمسافة 12 كيلو. جزر الدمنيات من أروع كنوز عمان بالنسبة للشعاب المرجانية، وليس عمان، في العالم. هنا في شعاب مرجانية لا توجد في العالم، وغواصين سواحين موجودين، يعني كذا ترى يوميا ما يقارب 50 سائح يغوصوا في جزر الدمنيات. جزر الدمنيات الرؤية في الماء نظيفة جدا، يبلغ الرؤية 15-20 متر، وهذا يجذب السائح. يبدو أن مخاطر التلوث تتربص بجزر الدمنيات من كل صوب، على السطح كما في بيئة الأعماق.
جزر الديمانيات بالشعاب المرجانية. فنحن كيف نحميها؟ كيف بهذا التنظيف كيف نحمي الشعاب المرجانية؟ لأن هذه كل الأوساخ اللي موجودة في الشواطئ تروح للشعاب المرجانية، من بعدها الأسماك تتغذى عليها فتموت، أو أنها تغطي على الشعاب المرجانية، لأن الشعاب المرجانية نموها يعتمد على الضوء، على قربها من سطح البحر. فإذا تغطت بالأوساخ وما وصل لها الضوء تموت، لأنها تستخدم حتى عملية البناء الضوئي نفس النباتات. العدو الأول للبيئة هو الإنسان، ولكن إدارة الإنسان هي التي ممكن أن تحمي البيئة. كيف تدير الإنسان وكيف تغير من سلوكه وتصرفاته. موقع محمية جزر الديمانيات الطبيعية معرضة للتلف لأنها مسار للسفن البترولية والصيادين يرتادون عليها بين الفترة والأخرى لكثرة تنوع الأسماك فيها. هو شوف، ما في شيء أخطر من أكياس البلاستيك. أكياس البلاستيك اللي هي عدوة البيئة من رقم واحد. أول شيء لأنه إذا راحت البحر طبعاً الأسماك، السلاحف، لأنه بعض السلاحف تعتبرها نوع من أنواع الأحياء البحرية فتاكلها، طبعاً بتختنق. نفس الشيء محمية الديمانيات نفس الشيء تجي فيها أنواع كثيرة من الطيور. نفس الشيء إذا في أشياء بلاستيك ممكن تبلعها وتخنقها وتموت. فأهم شيء هي أكياس البلاستيك. بداية مايو إلى نهاية أكتوبر هي طبعا الفترة الزمنية اللي تعشش هذه الطيور، فبذلك يعني لا يسمح في هذه الفترة يعني الارتياد السواح للجزيرة، لطبعا المحافظة على الجزيرة، وأيضا كذلك يعني بالنسبة للتعشيش فترة الزمنية، فترة التعشيش تعتبر فترة مهمة جدا لهذه الجزيرة، وبذلك طبعا في حال وجود سياح إذن قد تؤثر على الطيور الموجودة في الجزيرة. المكان هذا يعني متربي فيه كما تقول بيت الثاني، يعني في ذكريات كبيرة يعني خاصة في هذا المكان، يعني في ذكريات يعني كثيرة وإلها يعني في عقولهم هم وفي عقلي أنا إلها قيمتها. يعني مرينا في مراحل صعبة، في مراحل كما تقول في بعض الأحيان تكون محزنة، يعني من ضمن المواقف اللي صارت لي هنا، يعني أنا وزملائي كان أيام شتوية، يعني وطاع عندي واحد من الأفراد مريض، فما عندي كانت وسيلة نقل ولا وسيلة اتصال. هذا في 84 تقريبا، فايش اسوي بانا هذا اللي مريض، يعني طايع خلاص، يعني اشوفه قدام عيني يموت يعني. فحظي كان في شباب يعني جايين روح لتصيد مسيل، وجالسين يتغدوا وقت العصر، عاد جايين هم واصين وقت العصر في احد هنا في الجزيرة، في مكان هنا قريب من مكان هنا يسمى الشيخ، يعني ساحة الشيخ. فرحت لهم، فهم خايفين كانوا لان ذيك الايام كان ممنوع حد ينزل في الجزر، يعني فقالوا لنا بس نحن نتغدى ورايحين، يعني طالعين من الجزيرة، اذا تبغوا تتغدوا. قلت لا ما نبغى نتغدى نحن، بس أنا باغنكم الحين، أنا محتاج لكم الحين. أقول قالوا خير، يقول بس بنكمل غدانا وبنجيك إن شاء الله. فما قصر يعني في واحد من الأخوة، ما قصر يعني جاء عندي هنا السكن وشاف حالة يعني صاحبنا يعني مريض، يعني طايح خلاص يعني. فأمر زملائه إنه يوديه السيب، مع إنه كان هايق البحر يعني، وديوه إلى ولاية السيب، أمرهم أنه يوديوه إلى عيادة خاصة يعني علاجه، ومن ثم يوصل إلى بيته يعني، وكان يسكن في السوادي، يعني الأفراد كانوا من السوادي. فما قصر يعني،
ذكرياته يعني ما انساها طول عمري، يعني احسانه ومعروفه ما انساها طول عمري يعني هذا الشخص.